وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو عادل الباز، رئيس تحرير صحيفة الأحداث الإلكترونية السودانية. أهلا بك أستاذ عادل، شكرا لحضورك معنا. بعد أكثر من 4 شهور على احتدام المعارك، ظهر البرهان، تفقد الجيش في عطبرة وتوجه إلى بورت سودان. ما دلالات هذا الظهور الثاني للبرهان، خاصة وأن هناك من اعتبر هذا مؤشر على ربما تسوية قريبة تنهي هذا الصراع، كيف تراها أنت؟ ظهور البرهان اليوم في مدينة بورت سودان ومن قبلها عطبرة ومن قبلها كثير من المناطق العسكرية في داخل الخرطوم أرسل رسائل عدة إلى مجموعة من الجهات. الرسالة الأولى أعتقد أنه كان كثير من الإشاعات وكثير من الحديث يدور حول وجوده محاصر داخل البدروم ولا يستطيع الخروج إلا بإذن من القوات المتمردة. الآن خرج البرهان وطاف المناطق العسكرية، هذا ضغط عملي لتلك الإشاعات. الأمر الثاني هو دوران العملية السياسية التي توقفت قبل 4 أو 5 شهور في السودان. كان الناس يتحدثون عن عملية عسكرية فقط مستمرة لفترة 5 شهور. الآن بدأ الحديث عن تكوين حكومة طوارئ، اجتمع السيد البرهان بالحكومة في بورت سودان واتخاذها عاصمة إدارية. هذه رسالة مهمة. هناك رسالة أيضا للخارج، الآن يستطيع الرئيس البرهان أن يسافر إلى الدول المعنية بالشأن السوداني وكان دول الجوار أو دول الإقليم. هذا وسط حديث فعلا أستاذ عادل بأن رئيس مجلس السيادة يمكن أن يزور مصر والسعودية الأسبوع المقبل، لكن عمليا ما الذي يحمله البرهان لهذه الدول ولما قدم إلى غاية الآن من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة في السودان؟ توضيح ما يجري، حقائق ما يجري في السودان من صراع بين قوى متمرد على الجيش وبين وكل الحقائق التي ناقشها رؤساء الدول الجوار حول الأمر الإنساني، الأوضاع السياسية، الحوار، طبيعة ما يجري في اتفاق جدة وما مصيره وما مآلاته. كل هذه ملفات عالقة يود الجوار، كل غد الجوار يسمع من البرهان مباشرة رأيه وموقفه وموقف الجيش من هذه الملفات، لأنه لا أحد كان خلال الفترة السابقة يتحدث إلا عن الحرب والمعارك التي تدور. أعتقد أن خروج البرهان يتيح فرصة للعالم ليسمع منه مباشرة ويغرر أي مستقبل لهذه الحرب يمكن أن تتجه إليه. قلت أنها فرصة ليسمع العالم يعني وجهة النظر السودانية، هل هذا يعني أن الحل في الخارج وليس في داخل السودان؟ كثير من الدوائر الآن تتحرك، هناك دائرة في أديس أبابا تتحرك، هناك دائرة في كينيا تتحرك، هنالك دائرة في مصر تتحرك، كلها مبادرات في إطار الأزمة السودانية أو لحل الأزمة السودانية. هذه المبادرات تم التعامل معها بواسطة الدبلوماسيين بواسطة البعثات، ولكن لم يسمع الناس مباشرة من الغايد ما رأيه، ما أفكاره حول هذه المبادرات. بعضها تم رفضه، بعضها تم التحفظ عليه، بعضها الحكومة أصدرت يعني إشارات إيجابية كمثل اجتماع دول الجوار في القاهرة. كل هذه الدوائر تتحرك ودائرة الوضع الإنساني تضيق على السودانيين، لماذا لم يجد السودانيون والما يسمى بالمجتمع الدولي أي حل يوقف تدهور الأوضاع على الأقل إلى حين حلها؟ صحيح، المجتمع الدولي يتحدث كثيرا عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة، هل هي أولوية تتطلب منه تحرك أكثر فاعلية في الحقيقة؟ نعم، المجتمع الدولي يقول ذلك، وقد دعا الاجتماع في باريس وتمخض هذا الاجتماع عن تبرعات بمليار ونصف دولار، ولكن لم يصل منها إلا 250 مليون. المجتمع الدولي يتحدث كثيرا ويفعل قليلا. مارتن جريفيث اليوم يتحدث عن الأوضاع الإنسانية ويتحدث عن معسكرات الناجين، ولكنه لا يستطيع حتى الآن أن يوصل تلك المساعدات إلى هؤلاء المحتاجين التي يتحدث عنهم. شكرا جزيلا لك أستاذ عادل الباز، رئيس تحرير صحيفة الأحداث الإلكترونية السودانية، شكرا لك.